للتونس يا ربي اليوم شنو تقول بون لافيتي بعدا اسمع لي جينا نسلو دونك شنو تقول زعما بيان سور باش نربحو بيان سور باش نربحو برشا تفاؤل يا ربي قديش خلي لي السيد المخرج قال لك قدي 3-0 3-0 3-0 ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي في الخير هذايا دونك رحب بك ابتسام الحنيفي انت مدير تاع الاتصال والتسويق بالموفامبيك اوتيل دو لاك تونس دونك فما برشا فيستيفيتي برشا احتفالات بداو برسك شهر ديسمبر الكل حتىك شي 26 ديسمبر والبيريود هذايا الويكاند هذايا فما برشا فما مارشي دو نويل الحقيقه انا شخصيا بعد ليميسيون ان شاء الله باش نمشي خاطر فما اون تري بيل سيليكسيون عملت طلع تعرفوني انا كي نحكي على لي برودوي تونيزيان ولي كرياسيون راني تعرفوني بمنتهى الامانه شفت برشا حاجات ما نعرفهمش هذا فصل شخصي جانا معاك انت دونك احكي لي على لي فيستيفيتي شويه دونك احنا كيما كل عام ديجا ميرسي بوكو خاولة بور لانفيتاسيون احنا كيما كل عام توا رابع عام في موفامبيك اوتيل دو لاك تونس نحتفلوا باخر العام ونعملوا معناها احتفالات برسك على شهر كامل دونك السنه بدينا لو 6 ديسمبر عملنا احتفال بور ايلوميني لوتيل توا شعلنا الضوء الكل استدعينا كورال نتاع لو لابيل ميوزيكال كريشندو والله ويكاند دونك زغيرات جاو غنيو اي سيتي جوست مانيفيك بعد عملنا عرضين نتاع لابيل لابيت جميله والوحش دونك زيد معناها اون تري بيل ريوسي والجمعة هذية على 3 أيام عن المارشي دو نويل دونك بدا البارح ويكمل غدوة إن شاء الله دونك في المارشي دو نويل دونك عندنا 70 كرياتور إكسبوزون كلهم توينسا برودوي 100% لوكال 100% تونيزيان دو تو لي غو معناها فما سيليكسيون مزيانه من لارت دو لا تابل برودوي دو تيروار غاسترونومي تكستيل مود بيجو اون ا اوسي اون غاليري ارتستيك لو كونتوار ديز ارتست وعندنا لاتولي دريبا سي محمد ديما معانا بور لار ارتيزانال تونيزيان تري بيان سوبر دونك هذا هذا اليوم وغدوه هو بدا البارح واليوم وغدوه تري بيان شنو فما اخر برامج اخرين جي الوغ برامج اخرين اليوم وغدوه عندنا البرانش في الاوتيل من 11 ونص للاربعة malheureusement on est complet inchallah had jay باش نعاودو البرانش de fin d'année donc il faut réserver à la bakery donc وعنا زاد tout un programme d'animation qu'on a mis en place مع circus and more donc عنا une équipe d'artistes de cirque les acrobates les échassiers عنا un spectacle aérien Alice Spider-Man وهذا الكل العشية autour d'un de musique en direct une belle troupe musicale en direct vous pouvez voir toutes les vidéos si vous voulez sur la page Facebook de l'hôtel ou le compte Instagram donc c'est une très très belle ambiance vraiment festive la Haïlédjé on a des manèges aussi pour les enfants donc j'aime bien barcha العشية كانت حابو يجيو بحذانا ولا غدوة اليوم ولا غدوة دونك الحاجة الباهية سي كو سي بور توت لا فامي يعني بور توت لا فامي دونك سي اون امبيونس تري فاميليال اللي ما نجمش يمشي للبرانش بيان سور عندنا ان اسباس دو ريستوراسيون رابيد فيه دي بوم دامور فيه دي بوب كورن فريكاسي شاورما جو كبير معناها دونك اللي ما خلطش على البرانش ينجم اوسي بو ديغوستي la cuisine de l'hôtel. Et en plus les vacances tawa exactement وقت تفرهيد voilà وقت تفرهيد exactement واللي يحب عنده دي كادو يحب ياخذهم لي كادو دو فان داني بيان سور دونك هكا سور بلاس واحد يتفرهد يشري اللي ناقص ويبدل جو سورتو exactement voilà دونك خليك المو دو فان فمشي عندنا une animation de qui est exceptionnelle cette année c'est la chambre 13 donc la chambre 13 c'est une dans les hôtels on n'a jamais de chambre 13 c'est une règle معناها Mais Mara Hedeya, on a décidé de faire une chambre 13. On a J'imagine travaillé... rien. Exactement. On a travaillé avec ma prod pour, pour mettre en avant un scénario qu'on a voulu faire découvrir à nos visiteurs. Et voilà, c'est une chambre
hanté. Je ne veux pas dire plus. Oh, il faut vraiment la découvrir directement. Tout Faroudoua. Donc, il faut vraiment venir vite. Ouais. Ça commence à 14h jusqu'à 18h. Donc, c'est impressionnant. C'est la chambre 13. Exactement. J'imagine des fantômes. J'ai pas le droit de dire ce qu'il y a plus. Mais donc, il faut venir découvrir. Ama, c'est pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Ah, voilà, je tiens juste à le rappeler. Exactement. Ou bien sûr, le marché de Noël. D'accord. Donc, voilà. Je voulais remercier aussi notre partenaire Hyundai, Tunisie, qui nous a beaucoup aidés depuis 4 ans. C'est notre partenaire pour organiser toutes ces festivités. Très bien. Merci beaucoup. Et merci IFM aussi d'être avec nous. Donc, d'accord, Ebtissem Hanefi, tu es مديرة الاتصالات والتسويق في موفان بيك اوتيل دو لاك تونس. هذا هو الرونديفو نتاعنا الويكاند هذا. ميرسي بوكو. مازلنا معكم حتى كشي نص نهار. والانفيتي نتاعي بعد شويه هو دالي بن جمعه. فاصل نرجع معكم في لو ماك دو ويكاند. Le mag du weekend. Assalamu alaikum, مرحبا بكم هذا لو ماك دو ويكاند. مازلنا معكم حتى كشي نص نهار وبحدي الانفيتي دالي بن جمعه باش نحكي معاك على برشا حاجات. نعديو جينجل خليل. ما فهمش جينجل مش لازم تعدي ديريكتومون. عرفتك والله عرفتك ماكش حسيتك. دونك تحيه الخليل. خليل اسمع اون مود اون مود ماتش. هاي يلا لانفيتي دو ويكاند. لا سي نوتر انفيتي. مرحبا بك دالي. عايشك. صباح الخير الناس تسمع فينا الكل. صباح النور. الوغ الماتش اليوم حاضر في الديكوراسيون؟ والله احنا ان شاء الله ليكيب تكون حاضره ان شاء الله. الببليك حاضر، الجمهور غادي حاضر في الدوحه. ليكيب مورالها طالع ان شاء الله يكونوا في نهارهم ويفرحونا الناس الكل ان شاء الله يا ربي. وانت مين تتفرج في الماتش؟ نجم تعطينا من قهوه من القهاوي مع الاصدقاء، وساعات كي ثم تراك وستريس نمشي نتفرج وحدي في الدار. تبدي في بلاصه بعد تكمل في بلاصه الماتش تلمها نجم دوزيام ايتون في اكثر سسبانس وغاسره. جو بريفير جو كيت لا فول باش نمشي وحدي. تي بريفير تقعد وحدك تو كونسونتر وحدك تركز اكثر على الماتش. برونوستيك نتاعك اليوم؟ 1-0 لتونس. 1-0 لتونس. باه نسمعوا نتفرجوا من بعد نشوفوا راي فرحان خليل. اسمع خليل، كل واحد ما يقول. خليل انت قداش قلت قبيله؟ زوز. قلت لي زوز بشيء. باهي هذا الكل تنشوفوا بعد. ماتش صعيب هو اما سبيكتاكولير الماتش. اي ان شاء الله يا ربي. اي سبيكتاكولير و سا باس وسا كاس. سا باس وسا كاس. تقعد لعبه زاده لا لا ماهيش لعبه برك بالحق. لا لا ماهيش لعبه. ماهيش لعبه هي. ماهيش فسالي علاش مش لعب. ثم ريفاليتي، ثم جرينتا، ثم سبور، ثم كومبيتيسيون. شكون الاولاني شكون خير. ثم من بعد باش نقعدوا عامين ثلاثه ما نجبدوا على التاريخ هذايا. دونك كالفنانين اللي خرجوا في مصر قالوا تونس ومصر واحد انا ضد انه نشهروا بهم هما ساعه الفنانين ونقولوا شبيهم ما تكلموش بهم. انا ضد ضد اصحابي الاولاد راهو الروج والجماعه الكل اللي عملوا فيديوهات واوس وكل شيء يزينا من الركوب على الحدث. سيبهم هم، انت ما تعرفش شنو عايشين وغادي هكا تكلموا هم. اما ثم اللغه الدبلوماسيه شنو تنزل على مصر وانت عايش فيها نهارة الماتش، بعد نهارين اللغه تتبدل، بعد جمعه اللغه تتبدل، اما نهارتها فير اتونسيون راك انت عايش في بلاد اخرى كانك مثلا نعرفش في فرنسا وتراش تحب تقول. دونك تقول انت لازم الدبلوماسيه. ليه توا اوس والروج وكلهم صحابي، مي زاد الاخرين صحابي سيسوهم بشويه. مي خاطر ما عندنا زعما احنا هكا راك تهيج الناس على الناس، معناها تعمل فتنه. هذاك اللي صار. اي يهيجوا وهو تونسي شادد في باك وقيد يهيج فيسا. اي دونك بون تحيه للديري اللي يسمعوا فينا. التحيه زاد للفنانين اللي يعيشوا في مصر صحابي. التحيه للفنانين. والتحيه للاوس والروج لي زيموريست اللي فن ينقزوا على لوكازيون باش يعملوا فازيت. تحيه. مسالش زاد هذيك زاد. تحيه اليوم. دالي الوغ الويكاند كريسمس ستادي جبناك احنا اليوم سامدي صباح. انا اون ستاج معناها انا اليوم راتيت سيونس تاعي تاع سبور باش جيتك ليك انت. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. اون فيت جيتك ليك انت ومام تو عندي زوج صحابي هنا نورمالمون باش قبلهم اللي هو صالح بركه وامنه بن جمعه. هذاك اش تفهمنا في بالي امنه. دونك امنه ما جاتش عندها وصالح زاد ما جاش. وصالح زاد ما جاش. هو طون ميو ما جاوش بالحق خاطر باش يشوشوا علينا وصالح باش يعمل لهم هذيك يبورت بيان. كان جا صالحوني شو يقول بربي على ستيلك. كان جا صالحوني شو يقول.
نعرفش زعما شو يقول ستيلي شنو انا مريو لكحل وبيري بيري هذي نلبس فيها عندي 30 سنه راه مش هي لامام اي ما لو ستيل لا جو سوي ان هوم شابو معناتها اي علي ثم تيتا كلاك وتيتا شابو لي حاشيك حاشيك دونك اي راهو قال بوغوس واللي هي بروحه وبدل بوغوس انا هذيك 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 الجمله اللي نعاني فيها en tant que comédien علي ما عاونتكش في خدمتك لا لا حتى تعرف ما عندها ما تعاون شوف ان اكتور سي اون جول جوي سي سا اول حاجه جول بريزونس كاريزم ريغار وفوا ثم دي زاكتور عندهم وهره صوتهم اقرع سا باس با ثم دي زاكتور شبان كي يتكلم ماذا بيك تقول له اسكت ثم دي موديل كان نحكيوا على المود وانت بديت ان طونك موديل زاد ان طونك مانكان زاد تنفسر لك علاش بديت هكاك ثم ناس يتصورهم خير من اللي يطلع على البوديوم ما يعرفش يمشي يهوك نقول واحد سا ديبون بوغ ان اكتور تقول له شباب ولا صحيت ولا شعر كرتب حاجه معناها ما تخدموش الحكايه انت ما خدمتكش لا مش ما خدمتنيش انا تمردت عليها من زمان هي ما خدمتك شايف الاول ولا لا لا عمرها ما خدمت لك انا اول دور مهم في التلفزه عشقه وحكايات صورناه 97 نص نص لعلي الواتي واخراج صلاح الدين السيد الله يرحمه نلعب واحد فقير يسكن في سطح يتكلم بالقاله جاي من جنوب لي انا جاي من الجنوب ويقرا دروا ويعيش في سطح لمجد دونك من الاول حبيت تمرد على الصوره هذه الصوره هذه في تونس تنجم تولي ستيريوتيب تولي كليشي الحقيقه انت تما امبرسيوني في اللوك نتاعك خاطر انا نسميك كابيليون ياس تتبدل تبارك الله في اللوك نتاعك في بورتوفارين تبارك الله يعني يعني اللوك اللي خرجتي ما نعرفش نقول يعني اللوك مخيب ومعناه السيد هذاك عندها الحق اسمى معناها اللي لعبت الرول ما شبهلكش بالكل عاش قد زدت من كيلو غادي 20 غادي 20 كيلو يعني انت من اللي يزيد اما عشان عملها العمله ذيك وحلت فيهم لا ما سي بور لا سونتي مانيش صغير في العمر اني نلعب باللعبه هذه معناها افيك لاج لا سونتي صعيبه وبورتو فارينا خاطر ليكيب وابراهيم صحاب برشا معناها خدمت معاه في تشينيتشيتا تشينيتشيتا شعري جري وحلي زاد حتى تشينيتشيتا حتى اللوك زاد غادي سامبا معناها ابراهيم نجم من بعد معناها كي تبدا ثم الشيمي وهكا صحبه في الخدمه نجم نمشي معاك لبعيد نمشي يعني خاطر انا صحاب نجم تزيد 20 كيلو خاطر شوف الكوميديان يحب المخرج يحبه والعكس بالعكس كي ثم محبه وقدر نجمه في التمثيل وفي الكرياسيون في النص وفي الامبروفيزاسيون واقتراحات تمشي لبعيد الحكاية كي تبدا العلاقة مش باردة علاقة برو نص احفظ هذا يجيب هذا تولي بارتيسيون دو ميوزيك تولي نعزف وتقول لي قفلة وكهو ما ثمش تسلطينا وشيخ ان توكا سي يعني اللوك نتاعك هذاك جو بونس اكثر لوك بعت به يعني على دليل بن جمعه يعني شفناك في تصويره اخرى هو ثم برشا اما هذاك انا فهمت بيرسونيلمون يعني هذاك اكثر لوك حسيته بعيد عليك برشا مثلا في مسلسل دوامه كان ما جيتش عندي ميزان زايد ما نجمش نظهر اكبر في العمر ما نجمش يكون ولدي رامي مثلا صحيح صحيح توا هكا صغرت حاضر شي خاطر الميزان يزيدك في العمر وانا بيبي فيس معناها مشكلتي زاد عندي عقده اخرى عقده بلا معناها انه وجهك ما يعطيش عمرك وهكا انا ما نقعدش نلعب ب 30 سنه ما تحب تعطي عمرك ولا من اللي يعطي عمره انت دالي ولا 51 سنه شنو من نعمل نعطي نعطي عمري قبل ما نغلق انا الشيفرون نقول عمري 40 الور جو شونت داكو دونك اللوك انت يعني الحكايه هذه نشوفها على الاترونجي يعني في تونس قليل من واحد هكا يزيدك هكا 20 كيلو ولا ينقص ولا يزيد انت من العباد اللي يخدموا من الفنانين اللي يخدموا برشا على اللوك ابار اللوك نخدموا على الشخصيه على التركيبه خاطر انا معناها نحب ياسر الادوار المعقده مركبه معقده هي اصح راهي من رول كومبوزيسيون جي كومبوزي دوك كل تا جمل الغلطه راه اي دور فيه عقده انتريسون للممثل كو سوا العقده هذيك تتحل ما تتحلش باش تطرح بها مشكله في المجتمع معناها الادوار اللي هي سامبل عسلامه ترى المفتح محلاه بيروك اي وين مفتح السياره حاجات سامبل ما يخدموش لاكتور خاطر ما تنجمش تبدع فيهم وبارفوا تلقى روحك في 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 مشاهد ما عندك ما تبدا قولها صحيحه وكهو والادوار اللي فيها عقد اللي فيها طلعه وهبطه كريشندو وغادي وين الممثل يوري روحه
ويوري اللي هو ينجم يؤدي بصدق الشخصيه هذيك وتتعدل الناس تقرا معناها تولي الناس تصدقها خاطر احنا المهنه بتاعنا الكذب بصدق مونتير فري صحيح اه لا فري سامبلونس هذا هو معناها وسينو انا من الممثلين اون ساميوز معناها نلعب يقول لك يجو لا كوميدي اي اما اللعب تحذر له ياسر بيان سور وتولي على ليميت بارانو ثبت في كل جزئيه باش انت تعدي الحكايه صحيحه بي نرجع للوك نشوف فيك على انستغرام تعمل في برشا سبور رجعت الاصلي الاصيل رجعت الاصلك الاصيل حاضر في دور والدور هذا يستوجب انك تكون هو الحقيقه ضعيف ولا من قبل ما يجيك الدور نحضر الانسترومون نتاعي اللي هي بدني أي. الانسترومون تحضرها تزيتها لي كورد نتاعها على خاطر العامين كورونا زاد ضيعتنا شويه التسكيره ذيك كل واحد كيفاش الى جيري لو طون ذاك الحبس اللي صار لنا رجعت عملت مراجعه رجعت للكرونيي جبت الكراذن تصاور جوابات النصوص الذكريات عملت مراجعه بعديك عملت مرضت بالكورونا كليتها بالكدا بعديك كي قمت رجعت للسبور وللريجيم داكو دونك رجعت من قبل الدور قبل ما يجيك الدور هذا لا يعني ما عندي حتى علاقه نحضر في روحي ان شاء الله راجعه للمسرح معناها نحضر في الانسترومون للمسرح واضح اونتر طون كي يجيك رول خير كي تبدا في فورما وخير كي ما تشبهش العمناول انا حضوري عمناول كان في دور صغير في فوندو دونك بعد عامين تقول انت عامين متغيب حضرت في بعد عام عمناول الفندق بالضبط نحكي على عمناول يعني عمناول كنت بدي اما لميت لك عامين كورونا هي الحقيقه ليه نحكي على عمناول رجعت بعد عامين ضيف شرف السنه ترجع بدور هام خلينا نجم نقولوا هل الكوريسبون للعقد اللي انت تحب عليهم الدور هذايا كان تحكي لنا عليه شويه باش نحكي لك في مسلسل براءه اي فاغمون في براءه رول انتريسون حضور الزمني اكثر من مراد في فوندو سينو لما باهية البارتنير باهين رجعت بعد سنوات نخدم مع سامي الفهري معناها وفرحاننا خاطر اخر خدمة خدمناها مع بعضنا في مكتوب واحد وما سهلش ربي في التاج الحاضرة خاطر كان باش يكون تاج الحاضرة ثلاثة اجزاء انا كنت نخدم في الجزء الثاني والثالث وكتب بسناء انه نخدموا مع بعضنا وانتظرونا معناها بالحق ثم خدمة مهمة جدا مع ستاف كامل معناها ما نحكيش على اللاكس نتاعي نحكي على المسلسل الكل فيه حاجات باش تشد التوانسة وان شاء الله جرون سوكسي ان شاء الله كيفاش الخدمة مع سامي الفهري؟ باهية بديتوا تصوروا على بكري معناها احنا غبنا على بعضنا سنوات زوز نضجنا وقدمنا ونفهموا بعضنا على الرمش وني دي برو معناها المسرح قلت لي فما رجوع للمسرح مع شادي العرفاوي ميزون سين قاعدين نخدموا على النص توا وان شاء الله 2022 نبداو في البرايف مش تكونوا زوز سور سين؟ لا انا وحدي سور سين داكوردو اما كاين زوز سور سين خاطر هو لوتا اما قريب شادي قريب لياسر معناها وبعد السنين هذه كلها من التجارب باش نعملوا كيف اش تخير المسرح ولا التلفزه؟ نخير المسرح اما التلفزه توا ولات تشبه للسينما وانا نسميهم لي تخوا فريغ انمي التلفزه سينما والا مسرح ثلاثه يفرقوا هما ثلاثه اعداء اي مسرح تلفزه ولا 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 سينما اما خير اللي كنتي شنو اقرب الى قلبك كونت اكران بيتيت اكران ولا بيسكو عندي برشا ما خدمتش مسرح ان توك كوميديان اما خدمت مسيت حاجات خاطر نصور روحي مشروع مخرج مسرحي جربت حاجات المسرح صعيب ويزمو برشا جيش ووقت السينما كل برودري معناها تاخذ وقتك وتصور حاجة انتريسون التلفزة بالزربة متاحة ورمضانها وعلى أبواب ذراعك يعلف معناها اسكو تيو كابابل في وقت قصير باش تعمل إبداع معناها كي تجي تشوف سينما أقرب لي سينما أي. ثم المسرح ثم التلفزة أما راهي التلفزة في بعض الأحيان في بعض الاعمال راهي قريبه للسينما خاطر بدات تقرب للسينما في التكنيك معناها وفي الكاليتي لمين بالخوجه
كان بحذنا هوني وجبد عليك برشا حكي عليك برشا قال اللي غرموا بالتمثيل بديك تفرج في مسرحية جنون محمد علي بن جمعة. وقتها قلت لازم نقرأ مسرح وقال لي انت تنصحوا برشا واللي انت اللي يسمع بكلامك مش ديما سينو مش هو بركة اللي تفرج في جنون وقال شنو اللي ممثل أول برشا كي يقولوا على رواحهم خير من نقولوا على منا بالك ما يحبوش لي برشا ثم حتى مخرجين مهمين من الشباب يعطيه الصحه لمين كي يذكرني ويشكرني اما ما نحبوش يشكرني نحب يسمع الكلام اهم انه يشكرني معناه ما انا ما نضيف لي شيء انه يشكرني عندي 10 سنين ننصح فيه في نفس النصائح اي حسيت مش قاعد يسمع في كلامك ساعات يسمع ساعات لا ساعات هو يحب يولي يوري اللي هو عنده شخصيه ومش لازم يسمع الكلام يعني معناه اونتر جيمي اللي ينصح فيه باش ما نقولش استاذ خاطر مانيش استاذ يشوفك هو هكاك شويه كان شوف اذا انا نخدم مثلا إذا أنا نترينا في سال دو سبور عند بروسلي عند جاكي شان عند ان جران ميتر والجران ميتر ينصح فيا وأنا قاعد نخسر في لي كومبا متاعي دو بريفيرونس ما عادش نقولوا الميتر خاطر ما يساعدوش ميتافور هذه يفهمها هو فهمناها الكل ولا فهمناها الكل شو تقول أنت قاعد يعمل لك شي ببليسيتي مش لا مش ببليسيتي إي يعني الريبيوتاسيون متاعي يعني أنا الميساج هذايا خاطر عندي جماعتين ما عادش نكلموا انا جماعه تسمع يا لمينة ميساج هذايا اللي هو افهم الميتافور هذي وطبقها بي وضع يعني انت ماكش مع كلامه كيقول اللي فما عبيد تخدم وعبيد لا 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 مانيش مع كلامه ماذا بينا نتجاوزوها الحكايه هذيا باش ما نقعدوش نحكيو فرد حكايه شو معناها اسيستون تاع شي باش يجيب لك رول سي نامبورت كوا ما يسمعش ما يصيرش هكاك في تونس لا 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 في تونس لا في العراق لا في الاردن دونك ذراعك يا علي تقول انت باش تخدم مع سامي ولا باش تخدم مع بوشنيق عبد الحميد بوشنيق يلزم شان يلزم بخت فان سالتم الله سالوا البخت اي لا شانس دونك تكون ممثل والخدمة في تونس الخدمة يلزم البخت والخدمه اي ما يلزمكش تكون قاعد في الدار زاد تستنى في بختك اسعى اخرج اسعى كيفاش تعدي لي كاستينج انت مثلا نعدي اي حكايه يطلبوها مني اي حكايه تكربس نقز جرب باش نجربوك شاكين فيك اما نحبوا نشوفوك تنجم في متفاضل ما تتقلقش ما تتقلقش مهنتنا هكا نو سوم دي كوميديان نو سوم دي كلون يقول لي مكياج حط خشم احمر شنو المشكله شوف راهو الممثل في خدمه الشخصيه مش الممثل في خدمه روحه معناه هو يزمو يفسخ من روحه ويحط الشخصيه اون فالور مش العكس تمام ممثلين يدخل يحط روحه هو اون فالور يدي انساها روحك وهذه زي ما برشا خدمه معناها بسيكولوجيك باهي دونك نصيحتك للي جون اللي يحبوا لا ما نجمش ننصحهم لي جون لي جون عندهم شهر كيف لي جون عليه لا لا عليه ما تحبش تنصحهم شبيك تفجع عليه ما يسمعش كلام شنو كيفاش ما يسمعش الكلام فما استخدامه دي جون هكا فنانين يحبوا يسمعوا ممثلين يحبوا يوليوا ممثلين ماخذينك كقدوه ويحبوا عندهم قدوه نتاعهم وجوهم باهي تحبش تنصح الشباب لا ننصحهم انا كي يجوني في ورك شوب ولا ماستر كلاس في المخزن ولا في اير ننصحهم اما ننصحهم من الراديو خاطر قلت كل شيء انا قلت باهي دونك اللي يحب النصيحه يجيك انت ترى لي جون يسمعوا عندهم كاليتي ديكوت فما زوز علاش خلينا نحكي على اللي ما ثماش باش يوليو ثما اكثر شفت بروفوكاسيون تاعي جو سو با لا بور بلير انا ما نحبش نعجب وما نعجبكش مش لازم معناها شنو هي المشكله ما بالحق اون بو با بلير ا تو الموند وانا لي جون عندهم ساعات تقعد بيت كيفاش ما ياخذهاش نصيحه والشباب اللي يجيوك للمخزن خلينا نحكي شويه على المخزن دونك للناس اللي ما يعرفوش المخزن تتخيس مع اول مره الناس ما يعرفوش المخزن خليهم ما يعرفوش المخزن شعلي دالي خليهم باش نقعدوا نرجعوا مخزن عمره 15 عام اي فما صغار توا كبروا توا كانوا 15 عام دونك كانوا عمرهم 5 سنين توا عمرهم يا مهفه انت شنو ما يعرفوش اللي عمره 5 سنين توا عمره 20 سنه نحلوا اكاديمي داخ في المخزن يدخلوا على الباج على الانستغرام ولا على الفيسبوك اللي حب شكون من الرباط كي نقول الرباط معناها حلفاوين باب جديد باب يعني لازم يكونوا مرباط خاطر احنا اون فا فير دي كور مو غادي داكور يفو كو ليسباس اي لاسوسياسيون
تنفع الناس اللي قرب لها. خاطر احنا سنين الاخرى نخرجوا من باب سويقة نمشيوا لكامل تراب الجمهورية، تو عملنا العكس، تو باش نخدموا المحل متاعنا والحومة متاعنا. معناها الحلفة وين؟ باب الخضرة، المقص، الحفصية، باب سويقة، باب جديد. الناس اللي قراب اللي يجي على سقيه يدخل يقيد من 15 ل 18 عام باش نحلوا أكاديمي دار بلاش فلوس للناس باش تقرا 3 شهور وتاخذ ديبلوم. ومن بعد نحاولوا نعاونوهم باش نوجههم وين ينجموا يخدموا اللاغ نتاعهم. هذا كلهم في كنت احنا هم باش يكونوا اماتور، اما باش نخدموا معاهم اون طوك كاننا بروفيسيونيل، كاينهم بروفيسيونيل. داكورد. واللي بروف معناها بروفيسيونيل اللي باش يقريو 3 موا ان ديبلوم في المخزن باب سويقة. الله يعطيك صح. فوالا بالحق. وانت انت اون طوك صحفيه ولا صديقه ادخل باج المخزن شوفنا شو عملنا 6 سنين هذوما. تو انت تتصدم. عندي فكره. عندك أي. فكره خاطرنا اصحاب. اي. اما 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 كي تثبت في الخدمه اللي صارت أي. تقول اعلاميا علاش ما تحكيش عليها؟ صحيح بتدخل انت مقصر شويه. انا مش مقصر، انا أي. عاملهم الكل الكوم وعامل اتاشي دو بريس بروفيسيونيل وعامل كل شيء. مالك فيش تفسر هذا؟ شكون الغالطون؟ كيما قال الجزيري ربي فضلي أي. الشغل هذا ما يهمهمش. ميهمش شكون؟ ميهمش اعلام البوز. موش كلاش للاعلام راه. هذا ديجيتال باش يخو بها، هذا كادو للديجيتال. ديجيتال. ميهم معناها سي با انتريسون شنو هو؟ شو وعمل الحفلة في قروان في المولد بالمخزنية بلاش جاو 8000 يوم بعد. تعديت في اخبار الوطنية اثنين يوم بعد. نحس فما وجيعة هون. مش وجيعة، لا ثم لوم. لوم. شوف وقت اللي انت تقول احكيوا عليه يقول لك اخدم مش نحكيوا عليه. كي تهبلهم بالخدمه يقول لك باهي اوكي. انا نحب نقول اللي يلزم. انت استدعوك برشا الفنانين المذيعين الكل والاعلاميين الكل يعني عندك. انا نفرح ياسر كي تجي معلومه أي. في بلاتو نتاع تلفزه او راديو او جريده مثلا ما انت تكون انفيتي وحده ما نكون انا انفيتي معلومه كسوا بوزيتيف او نيجاتيف معناها يهتم بيان سور. انت تبدا حاضر بيان سور باش يحكيوا على الموضوع. فهمت شنو نقصد؟ انا اللوم على بعض ناس يلزمهم يعملوا اكثر بحث واكثر باش ينوعوا خاطر المشهد ولا يشبه البعض. هذا راهو ملامه بمعزه. المشهد يشبه البعض. المشهد الاعلامي. اي نعم. خاصه التلفز. ومن بعد الراديوات الكل خاصة الريكوبير صار مبارح في التلفز وهذه حاجة عادية. أما الكل هتشبه لبعضها راهو يا لطيف. معناها نوعونا شوية مثلا هاك انت يا محمسة محمسة نوعوا محمسة محمسة نبدلوا شوية. هذه راهو عتاب صغير مش مشكل. تحس اللي ليزيميسيون الكل ولا يشبهوا لبعضهم؟ يس. وانت قاعد تختار في ليزاباريسيون بتاعك ولا تمشي بمعزة كي استدعاوك تختار وين تمشي ولا؟ انا ديجا نسيت اخر مره جيت راديو. نسيت جي معناها نسيت في اي اف ام جو بونس ليك مده. لا اي اف ام بعد التخلويضه نتاع رمضان. اي عندي مده. اي التخلويضه نتاع رمضان. اي يفهموها هما جماعه الديجيتال ليش ولا لا 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 ليش ليه لي تبع شلون الكلاش مع لا 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 ما تذكرليش اسامي ما اي في في تقول لي اسامي نشد الدقدقو انا تو لا 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 زميلنا كيفاه الدقدقو تو عملوا لي عامله من بعد انتم لا عاد لا عاد زميلنا تو كيفاش تو كي مونك دو ريسبي زميلنا ما معناها حتى نجيب لك زملائي انا زاد يا اخي هو حميه راهو نجم انا لو كنت نلوم على زميلي انا اي ونجم نلوم على اعلامي واعلامي يلوم عليه. من حقك انك في بالك احنا انا ننتميو لنفس العالم احنا بيان سور ننتمي لنفس العالم لو موند دو سبيكتاكل فيه الاعلام والصحافه. انا ما نحبش نكبر القلوب، انا نحب نهدي ونحب النفوس. انا نكره القلوب الكحول والبيض. نحب نكون وسط خير ما بيناتكم. صار مالونتوندو خلينا نقولوا شنو هذا اللي صار مالونتوندو نعديو اوكي نعديو نعديو صار نعديو الموضوع مع المالونتوندو اللي المالونتوندو تو تسمع معناها كي تجي الفرصه تسمع رونكوني انت شويه بيان سور سكوربيون انا تو بروفوك جو رياجي اك تو رياجي وفيت الحكايه قداش توقع تو رياجي انا جينيرو في الرياكسيون مازلت بيان سور مدلي دينار مدلك 8000 داكود جينيرو زيد جينيرو في البي وفي البي وفي الخايب داكورد هكا حميت نفسي 30 ans dans le monde du spectacle داكورد تطيح الاقدار ما نجموش ما نعديهاش كسوا من اوباما ولا من وزير الثقافه ولا من اللي تحب انت واضح دونك وين كنا في ما بالك فروخ معناها
قولي عدلت شنو هذا؟ نحكي على الصغر السن والكبر. ليه؟ انا عزوز مثلا وثم ترنكوش وثم الشباب. ما لقفتهاش انا لقفتها بسيش هكا لقفتها. يهديك كمان انا باش نتجاوزوا. يهديك عندنا ماتش من بعد على العصابي. لا سيبدي من توا تحضر في روحك. ليه عاد ما قلنا ربحين ولا ما قلت متفائل انت توا فمش علاش تكون على العصابي. رابحين اما لازمنا نردوا بالنا شنو تدخل سقاولك واحد يدخل رابح. باهي وزيد ميديا تابل انا جيعان تو بديت نجوع. شنو نوقفوا ليميسيون نقولوا بالسلامه لا 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 فطوري حاضر انا ما كتعرف. شنو شفت اليوم؟ سلاطة بيان سور. لا لا سلاطة سلاطة و انا ما كتعرف. تحية لمدام سعيد. مدام سعيد وخاصة قسمت لك صحن على اربعة. قسمت لي اما انا راني سلم عليا مدام سعيد عند تحيه لنداء نداء زعيم اللي هي تحضر لي الفطور. اي 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 مدلل وعندها حلو ما يسمنش وعندها دي كيك بنين. صحه لي صحه مش صحه هذايا صحه صحه ليك وصحه بالشفاء. لا مش صحه معناها صحه بالزوز. ساعات تنجم راك سلاطه سلاطه وبرودو معناها حاجات الصحيه اللي احنا موجوده في الارض نتاعنا خضر ودنيا وماكلتنا الصحيه. يفو ايفيتي السكر والملح هما ناحية السكر جملة جملة قهوة بلاش سكر يعطيك صحة هذايا هو أهم حاجة ويكذب عليك الماكلة 70% من حكاية السبور والرجيم ماكلة 70% صحيح به نرجعوا للي قلت المشهد نرجعوا ما نسيتكش كنا نحكي على المشهد الإعلامي اللي قلت لي شبه البعض واللي ليزيميسيون الكل شبه لبعضها عليك باش تفاه أنت هذه نعم عليك باش تفاه خاطر باش نتعادل ليميسيون تاعك انت خاطر انت زميل لا اي زميل شنو خاطر ولا كيفاش خاطر انت زميل انت تعرف من وقتاش زميل انا من يمت نسمع صحيح ريتا هذه نتبع شابو 2007 اي قدمت لايف اي نعرف نتفكر يا حسره نتفكر 2006 2005 2007 دار فاميليا احسن ايامات نسمع حسب رايي انا اي ستار اكاديمي ودار فاميليا يا حسره يا حسره اي دونك ليميسيون تحضر في ايميسيون في كارتاج بلس شفنا البوند دانونس محلها تشد هكا ابخي وين وصلت ليميسيون بتاعو شويه البرودكسيون خاطر باش يلانسيو من اكثر من ايميسيون معناها يمكن 4 و 5 اي فوالا حاضرين اوني اون ستاند باي لي بلاتو قاعدين يحضروا وانا اونتر تون نصور في براءة ونترينا حاضر انا حاضر يعيطوا لي نمشي نصور حاضر قلت المشهد الاعلامي شبه البعض وجيبوا لنا جديد حمصه فهمت الدوره نتاعك فهمت الدوره نتاعك جديد ما عنديش علاقه بانفيتي انا ليميسيون ما فيهاش انفيتي اي اعطينا جديد شنو نعطيك كونسيبت معناها تحب البرودكسيون لا لا شنو جديد في ليميسيون تاعك ما قلت زينه اي شنو جديد اللي جبتوه ما نجاوبكش خاطر انت تتهكم تو انا نتهكم انا انت حسيتها معناها تتسون فيزي كي قلت الاعلامي شبه البعض تحب تقول لي اي اش باش تجيب هاك باش تولي انت اعلامي اي سيدي بطلت ليميسيون مانيش اعلامي انا هاي سي بطلت باش نقعد كوميديان كلاشي فيكم هاي مش كلاش اش قلت احنا عائله واحده بنتي الكلاش باهي مش قلت عائله واحده احنا بيان سور في العائله ما نتعاركوش سافا با مليك احنا باباس الكل بيس اند لاف شنو جديد في الميسيون بل احكي لي على الكونسيبت شنو سان جو ما حكيتش يعني سان جو فماش انفيتي باش تربحوا حاجه يجي انفيتي ينجم يكون انفيتي ماهوش مستهلك معناها مش مستهلك اي باهي علاش نعطيو فرصه للعباد وثما دو كرونيكور اي وثما برشا ريتم وتفسيس ولغه وفيديوهات ومعناها حاجه انرجي على الاخر تري جون هكا انرجي خاطر حتى لو عمره 50 سنه جون وانرجي فهمت كيف خاطر جون ما تبداش مايعه جون هكا اوني جون معناها تولي مراهق وجون لا جونيس راهو تنجم راهو في المخ لا جونيس ابراهيم موفيتش على ذكر الكوره عمره 40 سنه تشوف واش يعمل بساقي تقول دونسور كلاسيك معناها لا سوبليس اي لا فورس فهمت وغالطه العركه نتاع الاجيال معناها فماش عركه ما نعرفش في الفن موجوده هاك تسمع فيها تو السينمائيين والاجيال واحنا وفي اللجنه وما عطاناش وعطانا ويزينا واحنا لي جون فكوا بلاصتنا احنا ضربنا انا شخصيا ضرب 10 سنين نخدم باش بعد وليت كونفيرمي 10 راه 10 سنين من 90 ل 2000 باش من بعد جيت مسرحيه جنون قالوا اه يا به كونفيرمي
وتعبك العشر سنين يعني كيفاش حسيتهم؟ حسيت روحك مظلوم وقتها لا ولا لا حسيت روحي لازمك تفك بلاستك. عندي بوكو دو شانس خدمت افيك دي متر كبار وعندي بوكو دو شانس اللي تمرت على العائله وعلى روحي وعلى السيستم وعلى على كل ما هو معناها السلطه. على العائله ظلي انت حسب ما نعرف العائله كان ضد انك تدخل المجال الفني هكا شويه هكاك ضد 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 يعني حابوك تعمل حاجه اخرى؟ يحبك تقرا ولا تولي تاجر جربي معنا شنية وانت كيفاش تمرت؟ تمرت كهو كيفاش عملت؟ عملت براد فير بالحق حكينا شوي. قلت لك عشر سنين نسميهم قراية نستاجيت مشجعك حد في الوصول انا كنت نعمل الديفيلي دو مود ناخذ كاشين قد يشترجع لي على الديفيلي دو مود علاش بديت انا اخر ديفيلي عملته 99 في برومو كوير اي باه خذيت الشيك مشيت الفاضل الجعايبي عام 99 معناها خلصت ستاج ودخلت نعم في ستاج معناها فلوس المود هما اللي خلوني نقرا مسرح باش من بعد سي الفاضل الجعايبي يختارني في المسرحيه. دونك انت عملت مانكينا باش نجم تخلص قرايه المانكينا سي كوا؟ انا كنت موديل وكوريغراف زاده كوريغراف اللي ما نعرفش ما قاليش صالح ريت صالح كان لاسيستون تاعي في الكوريغرافي بالحق نعم ايه با صالح وين خساره انا حق الرد الجمعه الجايه ليه صالح دون لو موند لاسيستون تاعي صالح من حاجه اسمها لو موند دو سبيكتاكل خاطر ديفيلي دو مود سي ان اكت تياترال اوسي فيه ضوء موزيكا ريتم دي بيرسوناج وبيبليك باه بيان سور الحوايج هما اون فالور مي الحوايج لابسهم شخصيه باهي ووقتها كنا نطلعوا سور سين يتنحى التراك تعمل كونفرونتاسيون مع البيبليك هذاك الكل يعاونك ان توك كوميديان دو تياتر بيسكو لا دونس والمانكينا واللي يطلع الركح كلها ولا تقدم في سهريه ولا انت ام سي نتاع سهريه كله تابع انه الاكتور قاعد يتغذى وتولي عنده فيكو وتولي عنده معرفه في الميكرو قداش ديستانس فهمتني دونك من الاول عارف اللي انت تحب تكون ممثله مال مانكيناز جيتي هكا جوست مهدت لك الطريق شويه مهدت الطريق وباش زاد باش نزاد ندبر ارجونت بوش خاطر كي باش تعمل ستاجيت تاع مسرح تخلصهم كي باش تعمل ستاجيت لبرا تخلصهم كي باش تدخل تترينا تخلص الساله معناها باش تعيش انت اليز ومش تحت رحمه حد انت فريلانس وحدك يلزمك تخدم خدمنا فيغوراسيون في افلام اجنبيه نلبسوا عسكر ونلبسوا واحد واحنا صغار معناها حاجات كيما هكا باقي في وسط الدومين معناها مش خارج الراب اون باراليز زاده الراب ملي صغير مغروم بالراب بعد شويه البيريود هذي ولا مش بعد انا كي دخلت له يا ديزون باش نخرج دخلت باش نخرج دخلت باش باش نحير الساحه وقتها ثم كان زوز اسامي في الساحه اقترحت ناس جي برودوي البوم الجروبات اي تحب تقعد في البرودكسيون توا ولا ما عيطوا لي صورت معاهم في كليبات وتوا توا اخر تحسها توا اللي حكيت جون وموان جون ولا لا ما عنديش ما عنديش علاقه ما يقلقنيش معناها دكتور دري عمره 55 معناها باش يحشم منهم هو يغني يقولوا له انت صغير اي مي علاش بعد فما ريسبي لبرا علاش بعد وشتر لي رابور ولاو كوميديانات في امريكا وفي تونس تما كيلكو نو ولاو دي كوميديان ما تقلق حتى ممثل اي انت علاش بعد انا قلت لك دخلت باش نخرج انا من الاول عارف اللي ماكش ماكش مش اخر حاجه عملتها 2015 ميزون سين تاع الشو الكبير اللي نسميه انا نوبه الراب مكتوب في الدوسي نوبه الراب في كرتاج كنت تفكروا في بالتي وكافون وارماستا اي 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 وتونيزيانو يافي 70 سور سين اي وحموده وقتها في الكورال لبس كرتابه حموده في الكورال نتاع بالتي هذه نسيتها لا لا ما فاق بي حد وقت بيه فيت خلطنا لاخر ليميسيون دونك شنو الفطور اليوم شنو الفطور شنو الفطور شنو لي بروجي نتاعك شنو تحب تعمل شنو الحاجه اللي مازلت في قلبك هكا تحب تعملها دالي اللي في قلبي نعمله انا عندك شيء في قلبك ما عندي شيء في قلبي 2022 شنو ناوي شنو تحب في 2022 2022 يخرج فيلم مهم مع كلاوديا كاردينال اخراج رضا البي جزيره الغفران اي 2022 قريب هو حاضر توا قريب قريب يختار له المهرجانات ويختار له الوقت الباهي سينو باش نطلع سيرسيل مع شادي العرفاوي ان شاء الله اي ان شاء الله سينو 22 رمضان ان شاء الله يكون خرجنا من الكورونا بالحق خاطر فيها الشك توا
والعباد ما يحبوش يصدقوا اللي هي موجوده وتنجم ترجع ان شاء الله. انت من العباد اللي تصدق وترد بالك وماسك وكل وديستانساسيون ترد بالك. رد بالي وكانها موجوده كيما وقت اللي صارت في تونس الموجه الكبيره. سينو ان شاء الله براءه يعمل جران سوكسي ان شاء الله. اي فوالا الاكاديمي في المخزن ولا المخزن مخزن اكاديمي من مخزن اكاديمي كان تحبوا تقيدوا دونك تدخلوا على فو سيفي لا باج دو المخزن نتاع مخزن فيسبوك وانستغرام. مرحبا باولاد الرباط وبنات الرباط باش نعملوا كيف في المخزن كالعاده وكها ونلعبوا ونشيخوا ونقراوا ونتعلموا والعلم نور. الصغار تحبني ننصحهم كان على القرايه ديبلوم القرايه والثقافه وينقصوا شويه من التليفون كم اكسسوار ولا بلوى دروغ تليفون ويقراو شويه كتب. هاي انت قداش عندك من ابوني سو انستغرام 232000 ابوني تخدم على انستغرام ولا ليه هكاك ندخل منه فلوس لا نخدم لا حتى شيء ساعات نعمل حاجات ما معناها اي حب عبد يستاهل انك تبارتاجي له ولا حاجات جا الاخبار اي جا الاخبار حسيت زفر شكون خليل يا معلم ميرسي بوكو دالي خليل بلي الماتش اللي قاعد يلعب تاو شنو هو السكور كنا نتفرجوا فيه شبيكم نحيتو قصيتو تال كنا نتفرجوا فيه ميرسي بوكو دالي بزاف عايشك بون ماتش ميرسي ان شاء الله تونس شنو البرونوستيك نتاعك 1-0 لتونس 1-0 لتونس هذا البرونوستيك نتاع 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 0-0 الماتش الاخر وانت تاو 0-0 وانت خليل قلتي زوز بشاي ان شاء الله مربوحه للكيب ناسيونال يعيشك بون ويكاند مرحبا بك في المخزن وقت اللي تعمل علينا تالا معاك امنه وصالح تنجمهم الزوز اي في محلي نجم ذاك اللي امنا تاكوزين وصالح 10 سنين 10 ولد حومتي اي دونك ميرسي بوكو دالي شي طيبه نسكن تقابلوا غدوه باي باي.